كوكو الغزالات، مهم نهار جديد اليوم. غادي ندير لي كورس في ليدل، غادي نحاول نصور لكم الجديد ان شاء الله. كاينين هاد لي طابليت ديال لافيسيل 3 أورو 79، اكس اكس ال W5، بريفات ديال الكركاب 5 أورو 49، فيها 500 غرام، وهاد الميشيلي ديال ابريكو 1 أورو 29، جيل دوش اكس اكس ال 1 أورو 79، هاد نواة كاجو 6 أورو 58، فيها نص كيلو. هاد كان داخش شي با كومون سابل سيشي اكس اكس ال 1 أورو 99، وهاد الحجر اون بروموسيون 1 أورو 89. فيها 10 دي كاكاويت اكس اكس ال، فيها نص كيلو ب 1 أورو 24، هادو مالحين. بيستاش 3 أورو 35، فيها 300 غرام، 29 الأخرانية خديتها أنا. وكاين هذا زيت الزيتون 7 أورو 49، دير هاكا ويل دوليف إكسترا فيرج. وكاين هذا 6 أورو 99 ديال القلي. دايرين هاد الطون فيه 650 غرام، هذا فريمون كبير بزاف، 5 أورو و9 سنتيم. دو أرون دي فيلي 2 أورو 89، فيه ثلاثة ديال لي بواط. الثانية ديال الروز هنا في ليدل دايرين نوي ترونسبارونت 49 سنتيم البنات، ما فيهاش بزاف ولكن هكا 100 غرام استعمال الواحد. كاينين ديستوكاج في ليدل، انا جيت معطلة البنات، دايرين هادو ب2 أورو، كاينة فيهم الالوان دي بواط هكا زوينين. بومبا دي غاليت 5 أورو هكا، ما عرفتش شحال كانوا في الاول مي صافون. كاين هاد اللي كيشعلو ديال الضو، هاد ديال البنات دايرين غير 5 أورو. جاكليت سومو بلي دا بلون 5 أورو دايرين ليها. راه كاين بزاف ديال لي تروك لي دايرينهم بروموسيون. ديال لانج 1 أورو. كاين هنا دي طوخشون البنات 1 أورو، صغار 2 أورو، 1 أورو، 2 1 أورو. كاين الألوان رولو أنتي بيلوش 1 أورو. عصارة ديال القهوة ب30 أورو، هي أنا عاقلة الثمن ديالها كان غالي بزاف، دايرينها ب30 أورو. هانتوما هاد لو فوغا غري، جيماجين لو بخي غادي يكون هابط مي منقدرش نشوف الثمن. وكاين هاد البالي هذا إلكتريك، فريمون كاينة بزاف الحوايج. كاينة هادي ديال الصودا، صودا ستريم، دايرينها ب30 أورو. هاد الباط ب2 أورو، فيها 3 بيلاتور إلكتريك ديال سيلفر كريست 16 أورو 99. وكاينه هاد لاغاب إلكتريك 9 أورو 99. أنتي كالوزيتي ديال رجلين، جابو هاد السيشاج بلو 17 أورو 99. فيغاليسي هذا عمرني ما شفتو ديال سيلفر كريست 14 أورو 99. تور ألوميير بولسي 89 أورو 99. مارك سانيتاس اون راب 9 أورو 99. بوسادون إلكتريك 14 أورو 99، فيها 8، عندها 8 ديال باش تبدلو داك الراس. هنا كاينة فيغا بوكلي 24 أورو 99، روشارج دايرين 4 أورو 99، بوس ديال الشعر 1 أورو 99، كاينين في الألوان. وكاين هاد لو سيت ديال المانيكور لي 39 أورو 99، لو سيت ديال لي بانسو ب7 أورو 99، فيه تروس، كاين هكا في الغوز جولد وهما كحلين، وكاينه في هاد البلون كاسي. سيش اونغل يو في ال 19 أورو 99، هاد الكسيوة هادي
كاينه هاد الفيراليسي 14.99 فريمون عندهم لو شوا كاينه بزاف ديال لي فيراليسي هاد لا سيمين هذا موديل واحد اخر نيفادا 19.99 المهم البنات كما شفتوا راه كاينه دي ديستوكاج في كاع ليدل ديال فرنسا حيت سولت لا فوندوز وكل ليدل على حسب داكشي اللي عنده كيحطو ما عرفتش واش كانوا شي حاجات انتريسون بحال لي ماشين وداكشي اللي المهم ديال الكوزينه واش كانوا دايرين فيهم حتى هما ديستوكاج المهم وريتكم داكشي اللي كاينه غنوريكم دابا لي بوتي يعني هاد لي كورس صغار اللي درت ماشي شي غران كورس مي هكا باش تاخذوا اون ايدي دونك اول حاجه واللي هي اللي جيت عليها البنات هو هاد الزيت هذا راني بارطاجيت معكم لو بون بلان في المنتدى ديال القناه XXL ب 5 اورو اي كلك راه كاينه ويعني الصراحه ميزه واعره للناس اللي كيستعملوا الزيت غادي يبقى لكم واحد المده وكيتقام عليكم ب 1 اورو 40 لتر هنا عاودنا خدينا ستوك ديال المناضه هنايا خديت واحد السويهله على الله طلع زوينه خديت البابي كويسون كيعجبني هذا ديال ليدل حيت اون فوي ماشي غولو كتقطعوه نزول الكاس البنات ابارتير دون سيرتان سوم عندكم دي تيكي ا غراتي المهم حنا غراتينا هذا ربحنا فيه كريم ديسير فوالا ديك النهار لقينا اون بات فويتي خديت لو برودوي ديال الفيسيل ما بقاش عندي خديت هنايا صابون ليكيد هو اللي كناخذ دائما كناخذ هادو ديال لا مارك سيون كيديروا 70 ولا 75 سنتيم وهو اللي كنستعمل عندي في لا سال دو بان الريحه فيهم زوينه وكيخلي اليدين رطيبين هنا خديت لا فارين فلويد خديت جوج كيلو خديت هنايا البيض خديت دائما كتسولوني على لو ري اللي كنستعمل في لي سالاد اولا هكا مع الدجاج هذا هو اللي كنستعمل البنات كيكون اون ساشي وفي لي زوتر ماغازا كتلقاو حتى سون ساشي المهم سي لا ميم مارك والميم ايفيكاسيتي يعني كي ما كيتلصقش هنا راجلي خدا الكولومي فرماج في هذوك لي زاريفاج ديال الدوبل اكس ال كاينه هاد لي بيستاش ديال ليدل زوينين كيعجبونا هنا خدينا دي كيندر بوينو اي سون ريدكسيون 2.88 جو بونس باش عقله وهنا هاد لي بواسون لي دايرين بحال كوم اون ابري سا بحال فيروز دايرين دو اشتي اون غراتويت سا سابيل كومون لي بواسون لا انرجي سانت انرجيتيك فوالا هنا البنات اصلا كنت منوطيه في الورقه ديال لا ليست خاصني هاد الشعريه الصينيه لقيتها هنايا وبثمن جد مناسب خديت غير جوج وهنايا خديت الثومه وخديت هادو اللي دايرين 1 اورو كل وحده فيها جوج ديال هاد لي طورشون هادو ولا هاد الفويطات هادو صافي هادو هما لي كورس ديالي من ليدل غادي نمشي دابا لوكلير ندير 2 أو 3 كورس وصافي ودابا البنات كما قلت لكم جيت لوكلير 2 أو 3 كورس ان شاء الله نشوف الا قدرت نصور لو كلير كيكون عامر شويه ما كنقدرش نصور فيه الصراحه في لو كلير بيجامات ديال الرجال ب 6.50 عوض 8.95 بالشورت بهذا اللون هذا ماشينا بات ب 12.90 فرانشمون سافو الكو وفي الاحمر زوينه البنات المهم المغازا ما كانش عامر حاولت نصور شي حويجات ما قدرتش عذروني هنايا البنات غادي نوريكم شنو التقضيه ديالي من ليدل اللي كانت فيت في صراحه كنخاوي هكاك حاولت نصور لكم شي شويه اول حاجه هنايا خلينا دي بلاي موبيل لعيد ميلاد ديال ولاد خراجلي ديال واحد ولادو عنده عيد ميلاد خدينا له هادو واحد كيدير شي 11 اورو واحد كيدير 17 اورو واش كيبانوا لكم هذا وهذا خديت هنا لاصوص كويزيني ديال بانزاني اللي كناخد دائما فيها المذاق الزوين البنات وصراحه كتعجبني انايا كناخد غير هاد الصغيره وبغيت نوريكم هادي البنات طوما بيتزا هادي كنت خديتها هادي شحال ونسيت كنمشيو ما كنلقاهاش كنبقى نقلب هادي فيها لوريغون جو بونس كاينه دوطغ فاريتي مي هادي اللي لقيت اليوم كدير 1 اورو كلك وزوينه البنات بنينه لاصوص ما كتحتاجوش تصايبوها الصراحه كتعجبني كنصحكم تجربوها البنات هادي من عند بانزاني وهنايا كانت اون بروموسيون على هاد لي موس ديال نيسلي لا ليتيير هنا خدينا الخبز هنا خديت ان جو خديت الكونسونطري ديال مسيو بروبر مابقاش عندي
لي بانان. وهنا سورتو جيت على هاد البروموسيون هادي ديال نيسكافي هادي ديال البنات 4 اورو اي كلك او ليو دو 6 اورو اي كلك. هذا راه زوين خديت ديال لافاني وكاين فيينوا وكاين كابوتشينو عادي. هذا راه غزال البنات غزال. هذا غينفعكم في وقت الفطور زوين بزاف. وهنايا الحاجه اللي عجبتني اليوم البنات كما قلت لكم هي هاد لا ماشين اباط. راه ثقيله عجبني الستيل ديالها. ماشينا بات باستا اللي دايره ب 12 اورو و99 كنلقاهم ب 19 اورو وكنلقاهم ب 10 اورو ولكن ديك ديال 10 اورو كانت ما عجبتنيش لقيتها واحد النهار. فهذه راه عجبتني البنات وان شاء الله منين نفتحها غادي نوريها لكم. كتصلح هكا ديروا بها الرزيزه الشباكيه لي بات غادي نجربها شي نهار. انا اول مره غادي نستعمل هاد لا ماشين ديال لي بات. فوالا هادشي اللي كان بالنسبه للكورس ديال النهار ديال اليوم. كنعجب كنتمنى على فيديو تعجبكم تشجعوني كما العاده تبارطاجيوها. وإلا كانت هذه اول مره ما تنسيش تشتركي بالقناه وكذلك تفعلي الجرس باش توصلي دائما بالجديد ديالي. وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. عواشر مبروكه.